باه كمال، كيفاش جاتك الفكره نتاع الجرده هذه؟ والله الفكره جاتني يعني معناها اليوم كل صباح هكا نقوم ننزلها هكا كيف نتخيلها ونتكيلها، معناتها هي خضرة منطقة خضرة كذا، حبيت نبدا بها. أنا بديت بها معناها جبت تراكس حفرت ولا كحت الموز عملت الموز. كيفاش كانت هي كمان تقول؟ هي كانت والله هما البلدية على أساس قالوا جردة، قالوا معناها حاطينها في بلون جردة اللي هي جردة، فهمت؟ لكن ولات تهمت ولات مهمشة، ولات الناس يجي يلوح الزبلة يلوح أمين يلوح في وسطها، أي حاجة يلوح في وسطها. وليت أني قلت ما فيها باس بالمناسبة هذه نتاع عيد الشجرة، وين اتصلت بالبلدية وندعم أني بالحفير وبالواحد بالجنب، ومش خسارة في بلادي، وإن شاء الله الناس إن شاء الله الناس اللي كاي يدعموا عاد شبيه، مش معناها ثقلوا كان على البلدية، حتى المواطن معناتها ما فيها باس كي يدعم. باهي كمال، شنو عملت أنت في الجردة بالضبط؟ شنو الأشغال اللي عملتهم فيها؟ الأشغال اللي عملتهم فيها جبت التراكس جهرتها، نحيت لها كالسخة العشية كل واحد، وحفلت الحفر، واتصلت بالبلدية، عطاتني الأشجار هذيا اللي شفتها. وزرعت من فوق الجزر نتاعها، وتبارك الله ولاد الحومه يعاونوا فيا مع بعض، وان شاء الله نراعي ولاد البلاد الكل ان شاء الله يكونوا هكا، ان شاء الله يعني هكا في كل بلاصه ماذا بينا نراعي حاجه ديما حاجه خضراء حاجه باهيه، نستعملوا حتى على اولادنا، اولادنا ماذا بينا ديما في جنبنا، الواحد في الدار يرى ولده قدامه، ما راش ولدي يقعد يوجع لي ذكا ولك ولك ولك، ان شاء الله ربي يهدينا الجميع على بعضنا، ان شاء الله الناس الكل يهدينا ربي على بعضنا.